مؤخرا كان من بين توفير مجموعة من التكوينات الحصرية تندرج في التكوينات الرقمية أو ما يسمى بمفهوم عالم الرقميات. بدينا بتوفير تكوين في الذكاء الاصطناعي وكان بشكلها الحصري الحضوري للاستفادة من الخبراء ولا النخب الجزائريين اللي هم في خارج الجزائر، ولكن الديوان يوفر تكوينات معهم لما يكونوا هنا في الجزائر. دونك كانت عندنا تكوين حول الذكاء الاصطناعي او اساسيات الذكاء الاصطناعي للمسيرين وكذا مدراء المشاريع. شاركت في الدوره تاع الذكاء الاصطناعي pour les managers. الوغ نشكر اون ديفوك مؤسسه اللي وفرت لنا هذه الدوره، كانت 10 على 10 في كل المقاييس، ليبرجمون ريستوراسيون. أكثرية أنه البروف جابونا بروفيسور ما شاء الله من إنتل، وعنده إكسبيريونس في ياهو في شركة عالمية أمريكية. هذا الشيء خلانا بوزو دي كيسيون أوريونتينا رايا مام. نشكرهم بزاف، عطاونا لابو البارح بديتي نخدموا حتى 3 تاع الصباح 4 تاع الصباح. الديوان الوطني الآن يعمل على توفير كذلك مجموعة من التكوينات في هذا المجال، في مجال الأمن السيبراني، في مجال يعني الحوسبة، وكذلك يعني في مجالات متطورة في الإدارة وإدارة المشاريع. فتح مجموعة من الفروع انطلاقا من هذه السنة سنة 2023، وين كان عندنا فروع على مستوى ولاية الجلفة، ولاية ورقلة، وكذلك ولاية سيدي بلعباس، بالإضافة إلى ولاية أضرار وكذلك ولاية سطيف، لمرافقة يعني التعاون ولا الشراكة في المجال الدولي. نأتي على سبيل المثال، عندنا يعني تفكير استراتيجي في توفير تكوينات لموريتانيا، وكذلك مؤخرا يعني كان فيه دراسة حول مجموعة من توفير التكوينات للجمهورية أو الأشقاء في الجمهورية العربية الصحراوية.